بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، طلاب حاسب الحياة والتكنولوجيا المعلومات الفرقة الثانية، يسعدني أن أكون معكم في مادة المشروع. في الملف دوت هنستعرض مشروع كتابة المشروع، كل المفروض الطالب يكون بيعمل فيه كل فصل من فصول المشروع من شروط الكتابة، بالإضافة إلى الشرح اللي هي مفهوم خرائط تدقق البيانات والإي آر بي والمستويات المختلفة. وأرجو أن تلتزم بهذه الشروط وتتابع الجزء بتاع المستوى الصفر والمستوى الأول والمستوى الثاني وهكذا. وهقدم لكم ملفات أخرى هتساعدكم في أداء المشروع. ملف بيتكلم عن الجافا، ملف بيتكلم عن HTML، ملف بيتكلم عن مقدمة عن الأكسس، وملف بيتكلم عن الفيجوال ديسك.